العشاء تاعنا كان من عند الشيف سمير اللي قالوا لي كاع هذا يطيب علامه يطيب غايه كيما نقولوا حنا ناس الغرب. تهلا فينا الشيف سمير كيما راكم تشوفوا يا درا، عجبتكم ما باينه الحطه تعجب؟ بصح البنه شنقولكم، يعطيك الصحه يا الشيف سمير، انا راني نشوف فيه عندي فورماسيون عنده ونتعلم من عنده. الصح الصح تهلا فالحطة والبنة يا ودك الديكور شنقولكم، وفي لافين جابولنا البربوشة الصيفية، يعطيك الصحة يا سمير. هيا ما تزيدوش تقولوا لي احنا الانسان طيبو كل صبع بصنعة، الرجال راهم في الرجال راهم فايتينا، راكم تشوفوا هوليك سمير دهنا. حيا ليا حيا ليا، وانا ديما نقول كل صبع بصنعة. المهم بعد العشاء يقول لك كي تشبع الكرش الراس يبدا يغني، هاي ونروح نبدل ونلبس فيها قفطان.